السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح المحاضرة الثانية هيستولوجي، لكن قبل ما نبدأ شرح يعني ما ننساش ندعي لاخواتنا في سوريا وفي فلسطين وفي السودان، ربنا ينصرهم يا رب. دلوقتي الجينيتال، المحاضرة الثانية متقسمة 3 اقسام: الجينيتال دكتس القسم الاول، القسم الثاني هنتكلم فيه عن الاكسسوري ميل جينيتال جلاندز، والقسم الثالث قسم صغير كده اللي هو بيتكلم عن الاكسترنال جينيتاليا. مبدئيا كده هنبدا بالجينيتال دكتس. الجينيتال دكتس هي الدكتس او التيوبس اللي بتوصل لي السبرم من مكان البرودكشن لبره، سواء كانت انتراتستيكولار بقى اكستراتستيكولار، لسه هنتكلم عن التفاصيل دي، لكن المهم ان انا افرق ما بين السيلز اللي بتبطن كل دكت منهم، عشان طبعا هي بتختلف في كل واحده، ممكن تتشابه اتنين مع بعض، فده بيخليها موضوع اسئله يعني. الجينيتال دكتس هنا قسمها في الكتاب لقسمين: انتراتستيكولار جينيتال دكتس اللي هي الجينيتال دكتس اللي جوه التستيز، واكستراتستيكولار جينيتال دكتس اللي هي الجينيتال دكتس اللي بره التستيز. الانتراتستيكولار جينيتال دكتس هما اتنين: التوبيولاي ريكتي اللي هي دي، ماشي، والشبكه اللي احنا شايفينها دي اللي هي ريت تستيز، ماشي. بدا بالتوبيولاي ريكتي وقال ان هي ستريت تيبيولز بتاخد السبرمز من السيمينيفرس تيبيولز طازه وبتقوم مدياها للدكت اللي بعدها اللي هي الريت تستيز، ماشي. هي شبكه دكت نمبر 1 هيدي دكت نمبر 2، دكت نمبر 2 هيدي دكت نمبر 3 وهكذا، ماشي. فالتوبيولاريتي هكذا يعني بتاخدها من السيمينيفرس تيبيولز تديها للريت تستيز. طب هي لايند باي ايه؟ الاول نص ليها الفيرست هاف لايند باي سيرتوري سيلز. طب والديستال اند اللي هو الجزء البعيد بقى لايند باي كيوبويدال سيلز، وسبورتد بقى متدعم باي دنس كونكتيف تيشو شيث. بس كده، فهي اول حاجه لايند باي سيرتوري سيلز الجزء الاول، وبعدين الجزء الثاني كيوبويدال سيلز، ومدعمه باي دنس كونكتيف تيشو شيث. بتوصل السبرم للدكت اللي بعدها اللي هي الريت تستيز. الريت تستيز او هي سمول تيبيولز بتتفرع وبتانستموز، بتعمل شبكه برانش اند انستموز ان ذا ميدياستاينم تستيز، ماشي، فورمينج ا نتورك، بتعمل نتورك وبتوصل السبرماتوزوا او بتشيل السبرماتوزوا من التوبيولاي ريكتي عشان توصلها للجزء اللي هنتكلم عنه ان شاء الله اللي هو الفازا افرنشيا، تمام. فهي بتاخدها من اللي قبلها تديها على اللي بعدها. لاين باي ايه؟ هي بتبقى متبطنه بكيوبويدال ابيثيليوم برضو، لكن بيبقى فيها نيوميرس شورت مايكروفيلاي، بيبقى فيها مايكروفيلاي كتير قوي، ويبقى فيها سنجل فلاجيلم او ممكن نقول سنجل سيليا، عشان لو جات لنا في الام سي كيو نكون عارفين يا اما سنجل فلاجيلم او سنجل سيليا. وكمان في سبورتنج فاسكولار كونكتيف تيشو. يبقى هي متبطنه بايه؟ بكيوبويدال ابيثيليوم، فيها شورت مايكروفيلاي بس كتير، وفيها سنجل فلاجيلم او سنجل سيليا وسبورتنج فاسكولار كونكتيف تيشو. هي دي الانتراتستيكولار جينيتال دكتس. وبعدين بتقوم موصله بقى للاكستراتستيكولار جينيتال دكتس اللي هي اللي بره التستيز. اول واحده فيهم هي الفازا افرنشيا او الدكتيولاي افرنس، ماشي. الفازا افرنشيا اللي نعرفه فيها ان هي عباره عن من 10 ل 20 دكت خارج من فين؟ خارج من الريت تستيز، ماشي. والريت تستيز اصلا بيكون موجود في التيونيكا البيجيني، ماشي. فهو لما يخرج من الريت تستيز بيقوم عامل بيرس للتيونيكا البيجيني، بيبقى خارم التيونيكا البيجيني، يعني هو خارج من الريت تستيز وبيقوم خارم التيونيكا البيجيني. طب متبطن بايه؟ متبطن بنوعين من الخليه. احنا عشان نسكمها هنسكمها هكذا، هنسكمها نقول ايه؟ انه الفازا افرنشيا هي مدخل الاكستراتستيكولار جينيتال دكتس، ماشي. فطبعا الكلام ده مش علمي قوي، احنا بنحاول نسكم يعني، ماشي. بما انها مدخل الاكستراتستيكولار جينيتال دكتس هيكون موجود عليها حراسه مشدده. ايه هي الحراسه المشدده؟ هيكون عليها واحد اقرع قصير، ماشي، وبعدين هيكون عاوز يشرب، فهيسيب هيسيب مكان حراسته ويبدل مع صاحبه الطويل اللي بشعر. يعني ايه اقرع قصير وراح يشرب يبدل مع الطويل اللي بشعر؟ مبدئيا كده هي بتبقى لايند باي نون سيليتد كيوبويدال سيلز، ماشي. النون سيليتد كيوبويدال سيلز دي بتبقى بتبطنها بالتبادل مع او الترنيتنج ويز الكولومنر سيليتد سيلز. كولومنر سيليتد سيلز اللي هي ايه؟ صاحبه الطويل اللي بشعر. طب ليه قلت ان القصير اللي هو الاقرع ده اللي هو الكيوبويدال سيلز اللي هي القصيره بالنسبه للكولومنر؟ ما هي الكيوبويدال الكيوب بيبقى اقصر من الكولومنر عامه، يعني نون سيليتد يعني ما لهاش سيليا يعني اقرع. فصاحبه الاقرع راح يشرب ليه؟ راح يشرب لانه النون سيليتد كيوبويدال سيلز ابزوربس ماتش اوف ذا فلويد سيكريتد باي ذا سيمينيفرس تيبيولز، بتمتص معظم الفلويد اللي بيخرج من السيمينيفرس تيبيولز. ليه؟ لانه السبرم بعد كده لما تعدي على الجلاندز هتبدا الجلاندز دي تدي لها سيكريشنز، فبتمتص الفلويد اللي خارج من السيمينيفرس تيبيولز. الترنيتنج وذ كولومنر سيليتد سيلز صاحبه السيليتد يعني عليها سيليا يعني صاحبه الطويل اللي بشعر. بس كده. طب وطبعا ايه اللي بيعملها سبورت؟ لوز كونكتيف تيشو سراوندد باي سيركيولرلي ارينجد سموث ماسل سيلز بريزنت اوتسايد ذا بيزال لامينا اوف ذا ابيثيليوم. بيبقى لوز كونكتيف تيشو فيها يعني بتبقى متحوطه كده باي سموث ماسل سيلز، بيبقى
السموث مسل سيلز مترتبه بشكل دائري يعني، وتبقى موجوده بره البيزا لامنا بتاعت الابيثيليوم. والفازا الفرنشي طبيعي بتوصل برضو السبرماتوزوا من اللي قبلها اللي هو الري تستيز للي بعدها اللي هو الابيديدمس. تمام، الابيديدمس ده اللي هو ده ماشي. الابيديدمس بيبقى عنده هيد وبودي وتيل، احنا عارفين ده يعني، بس مش ده المهم. الابيديدمس دي هتبقى اطول دكت بتوصل السبرم في الجينيتال دكتس اللي بنتكلم عنها، تبقى هايلي كونفوليوتد ماشي. هايلي كونفوليوتد يعني دايره ورا يعني تويستد حوالين نفسها كده كتير. فهايلي كونفوليوتد دكت اباوت 6 meters لونج، 6 متر ماشي، عندها وايد لومن ولايند وذ سودو ستراتيفايد كولومنر سيلز وذ فيري لونج مايكروفيلاي. سودو ستراتيفايد كولومنر سيلز وذ فيري لونج مايكروفيلاي هي نفسها سودو ستراتيفايد كولومنر سيلز وذ ستيروسيليا، عشان لو جت في الام سي كيو يبقى الفيري لونج مايكروفلاي اسمها ستيروسيليا. المهم الستيروسيليا دي السودو ستراتيفايد كولومنر سيلز والستيروسيليا دي برضو بتشرب، يعني بتشرب بتابزورب اباوت 90% اوف ذا فلويد سراوندينج ذا سبيرمز، برضو لنفس الغرض، لان السبيرمز لما هتمشي قدام شويه هتبقى الجلاندز تبدا تديلها سيكريشنز من عندها. وطبعا بيبقى في عندنا لوز كونكتيف تيشو سراوندد باي سيركيولرلي ارانجد سموت ماسل سيلز، والسموث ماسل سيلز اللي هنا بتعمل كونتراكشن عشان تخرج تعمل ديستورج للسبرم من المكان اللي هي فيه للفاز ديفرنس ماشي. ان ريسبونس تو ذا ايجاكيولاتوري ريفلكس، الايجاكيولاتوري ريفلكس دي تبع الفيسيولوجي مش تبع الهيستولوجي، بس احنا يكفينا بس نعرف ان هو ايجاكيولاتوري ريفلكس بالنسبه للهيستولوجي يعني. فالابيديدمس انا عارفه ان هي بتبطن بايه، بسودو ستراتيفايد كولومنر سيلز وذ فيري لونج مايكروفلاي او وذ ستيريسيليا. واعرف كمان انه السموث ماسل سيلز دي اللي بتكون موجوده يعني حوالين اللوز كونكتيف تيشو بتعمل كونتراكشن، فبتؤدي الى فيجرس ديستشارج قوي للسبرم في الفاز ديفرنس ان ريسبونس تو ذا ايجاكيولاتوري ريفلكس ماشي. خلصت من الابيديدمس هروح للي بعده اللي هو بنسميه الدكتس ديفرنس او الفاز ديفرنس. والفاز ديفرنس او الدكتس ديفرنس شفت الصوره دي اطبعها في دماغك ليه بقى، لانه هي يعني هي موضوع اسئله بسبب الصوره دي. احنا لو بصينا على الصوره دي هنلاحظ حاجتين، هنلاحظ اول حاجه ان هي عندها نارو لومن اللي هي اللومن بتاعها ضيق جدا، وهنلاحظ ان هي عندها ثيك وول الوول بتاعها او جدارها سميك جدا ماشي. فده اللي بيخليها موضوع اسئله. اول حاجه عندنا هي لونج دوكت which is continuous with the tail of the epididymis، هي بتكمل مع التيل اوف ذا epididymis، مش الابيديدمس انا قلت لك كانت هيد وبادي وتيل، هي بقى بتكمل مع التيل. طولها حوالي 45 سنتي وقطرها دايمتر 3 مليمتر. طبعا هي characterized by having a thick wall and a narrow lumen، عندها thick wall جدار سميك وnarrow lumen ماشي. الwall اللي انا قلت عليه thick بقى بيبقى معمول من 3 layers. ايه هما ال 3 layers؟ بيبقى فيه الميكوزا الماسكيلوزا والادفنتيشيا. مبدئين كده كلمه ميكوزا يبقى انا عارفه ان هيبقى فيه ايبيثيليوم وكوريوم تحتها. ايه هو الابيثيليوم؟ الابيثيليوم هنا بيبقى سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم وذ فيري لونج مايكروفيلاي او وذ ستيروسيليا زي اختها، مش هي كونتينيويشن الابيديدمس يعني كونتينيوس وذ تيل اوف ذا ابيديدمس، فطبيعي ان هي تكون مبطنه بنفس الحاجه يعني سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم وذ فيري لونج مايكروفيلاي. طب الكوريوم؟ الكوريوم هو كونكتيف تيشو ريتش ان الاستيك فايبرز، فيها الاستيك فايبرز كتير. المهم بقى عندي الماسكيلوزا، الماسكيلوزا بتعمل المين ثيكنس اوف ذا وول، هي اللي بتعمل ايه السمك الحقيقي بتاع الايه الجدار. ليه؟ لانها اول حاجه معموله من ثلاث طبقات، انر واوتر ثين لونجيتيودنال لايرز ماشي. حتى لونجيتيودنال لايرز لما اجي اخد كات سكشن كده بتبقى كانها دوائر اهي، دي انر لونجيتيودنال لاير وهي ثين، واوتر لونجيتيودنال لاير ماشي. سيبريتد باي ايه بقى؟ باي ثيك سيركيولر ماسل لاير اهي. شفتوا الخلايا المغزليه دي؟ دي هي الثيك سيركيولر ماسل لاير اللي بتبقى في النص ماشي. عشان كده هي معموله من ثلاث طبقات وهي اللي بتعمل المين ثيكنس اوف ذا وول. والادفنتيشيا طبعا معموله من ايريلر كونكتيف تيشو. المهم الفانكشن بقى، الفانكشن هيبقى بيعتمد على الماسكيلوزا اللي احنا اتكلمنا عنها دي. الفاس ديفرنس هتعمل باورفل بيرستالتيك كونتراكشن اوف ذا سموث ماسلز لما يجي لها سمباثيتك ستيميليشن. ده بيبقى بيتم خلال ايه؟ بيتم خلال الايجاكيليشن ماشي، عشان توصل السبرماتوزوا من الابيديدمس للايجاكيلاتوري دكتس. هتوصلها من اللي قبلها اللي هي عندها، هتوصلها من الابيديدمس للايجاكيلاتوري دكتس. يبقى هتعمل ايه؟ باورفل بيرستالتيك كونتراكشنز اوف ذا سموث ماسلز. باورفل بيرستالتيك كونتراكشنز هتبقى خاصه بالدكتس ديفرنس، بيتم اثناء ايه؟ بيتم اثناء الايجاكيليشن، عشان تعمل ايه؟ هتوصل السبرم من الابيديدمس للايجاكيلاتوري دكت. الفاز ديفرنس هنا هي جزء اصلا من حاجه بنسميها السبرماتيك كورد، فعشان كده
هنا يعني جاي بيقول لي نوت بيلو السبرماتيك كورد فيها كونتنتس. ايه هم الكونتنتس دول؟ اهم كونتنت منهم هي الفاس ديفرنس، ماشي. وبعدين هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه شريان وريد، هيبقى فيه عصب، وهيبقى فيه عضل، هيبقى فيه ارتري فين، هيبقى فيه نيرف، وهيبقى فيه مسل. الارتري والفين اللي هنتكلم عنهم هو التستيكولار ارتري اند فين، وهنتكلم كمان عن البامبيني فورم بلكسس اوف فينز. والبامبيني فورم بلكسس اوف فينز هي فيري ريتش بلكسس اوف فينز. طب بالنسبه للنيرف هنتكلم هنقول عنها ان هي نيرف فايبرز، ماشي. والمسل الكريماستر سترايتد مسل. يبقى السبرماتيك كورد هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها الفاس ديفرنس، شريان وريد، عصب، عضل. الفاس ديفرنس شريان وريد هنتكلم عن البامبيني فورم بلكسس اوف فينز والتستيكولار اوتري اند فين. العصب هتكلم عن نيرف فايبر، والعضل كريماستر سترايتد مسل. بس طب ماشي، انا قلت دلوقتي ان السبرم بتتزق من الابيديدمس للاجاكيلاتري دكت. ايه هي الاجاكيلاتري دكت؟ الاجاكيلاتري دكت بتكون نتاج اليونيون اوف الامبولا اوف فاس ديفرنس. الفاس ديفرنس بيتحد مع دكت اوف اسمنال فيسيكل، بيتحدوا يعملوا الاجاكيلاتري دكت. الاجاكيلاتري دكت بعدها بيفتح ذا دكت بيرسز، بيخرم كده انتو ذا بوستيرير اسبيكت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا. دلوقتي عندنا الجزء اليوريثرا اللي بيبقى متحوط ببروستات بسميه بروستاتيك يوريثرا، فهو بيدخل في او بيرسز البوستيرير اسبيكت بتاع البروستاتيك اريثرا ثرو الايه؟ الاجاكيلاتري اوريفيس. حتى لو احنا عاوزين نشوفها كده سريعا، شفتوا ادي الجزء اللي ده اللي انا بسميه عندنا البروستاتيك اريثرا لانه متحوط ببروستات. شفتوا الاجاكيلاتري اوريفيس دي المكان اللي هيخرم فيه الاجاكيلاتري دكت عشان يدخل. عموما الاجاكيلاتري دكت ساعتها بتقوم داخله جوه ال بروستاتيك اريثرا من يعني عبر الاجاكيلاتري اوريفيس. لايند باي ايه؟ اللايننج بتاعها يعني بسيط جدا، سمبل كولومنر ابيثيليوم which is surrounded by connective tissue. ومهم جدا نعرف ان الاجاكيلاتري دكت على عكس التي تسبقها اللي هي عندنا الفاس ديفرنس ما عندهاش اي muscles في الوول بتاعها. There is no muscles in the wall of the ejaculatory duct. دي مهمه. وبكده نكون خلصنا جزء الجنتل دكت. اتكلمنا على الانتراتستيكولار جنتل دكت اللي هم اثنين، التيبيلاي ريكتي والريتستيس، والاكستراتستيكولار اللي هي الفازا فرنشيا او الدكتيلاي افرنس، الابيديدمس والدكتس ديفرنس او الفاز ديفرنس. اللي بعدين اللي هي جزء اصلا من السبرماتيك كورد اللي هي سوري موجوده في السبرماتيك كورد، وبتعمل بعدين الابولا اوف فاز ديفرنس لما تتحد مع الدكت اوف سيمنال فيسكل هتعمل لي الاجاكيلاتري دكت. الجزء الثاني بقى هم الاكسسوري ميل جنتل جلاندز. الاكسسوري ميل جنتل جلاندز هم خمسه كعدد، اما ثلاثه كنوع، يعني ثلاث انواع. يعني ايه خمسه كعدد وثلاث انواع؟ هم ثلاث انواع، هم السيمينال فيسيكلز، البروستات، والبالبيوريثرال جلاندز. ثلاث انواع لكن خمسه كعدد ليه؟ لانه عندنا دلوقتي بيرد سيمينال فيسيكلز، عندي اثنين سيمينال فيسيكلز، واحده يمين واحده شمال بير، وعندي بيرد بالبيوريثرال جلاندز اوف كوبر اللي عندي برضو بالبيوريثرال جلاند بتبقى في واحده يمين واحده شمال، لكن عندي سنجل بروستات وعندي بروستات واحده بس، ماشي. طبعا هما بيعملوا ايه؟ هما بيطلعوا السيمينال فلويد، ماشي، which is essential for the motility and nutrition of the spermatozoa. مهم جدا لحركه السبرم وكمان لتغذيه السبرم. السبرم محتاج تغذيه عشان يطلع طاقه ويعرف يتحرك. مين اللي بيديك الكلام ده كله؟ السيمينال فلويد اللي بتخرجها الجنتل جلاندز، ماشي. طب جه هنا قال انه الفانكشنال اكتيفيتي بتاعت الجينيتال جلاندز بتبقى مينتيند باي التستوستيرون. التستوستيرون لو جه في مره او يعني اذا كان ابسنت ما كانش بيخرج، الجينيتال جلاندز دي يبدا يحصل لها اتروفيك تشينجز، تمر باتروفي. فمن عظمه ربنا دلوقتي انه سبحان الله التستوستيرون ده تقدروا تعتبروه الاب الروحي للسبرم. ليه؟ لانه اولا بيساعد في عمليه السبرماتوجينيسيس، تصنيع السبرم. تاني حاجه بيساعد انه السبرم يوصل له نورشمنت، وان هو يقدر يتحرك عن طريق ان هو بيمينتين الفانكشنال اكتيفيتي بتاعت الجنتل جلاندز اللي بعدين هتطلع لي السيمينال فلويد اللي بعدين هتساعدني على حركه والنيوتريشن بتاعت السبرماتوزوا. تمام، دلوقتي هنبدا نتكلم عن الاكسسوري ميل جنتل جلاندز واحده ورا الثانيه. اول واحده هنبدا بيها هم السيمينال فيسيكلز. السيمينال فيسيكلز بيكونوا بيرد، يعني في واحده موجوده على الجانب الايمن وفي واحده موجوده على الجانب الايسر، ماشي. السيمينال فيسيكلز بما انهم اثنين، الاثنين دول بيكونوا هايلي تورشوس تيوبس، ملفوفين كتير قوي قوي، كل واحده فيهم 15 سم في الطول بتاعها. بتكون معموله من ايه؟ من ميكوزا، من ماسكيولوزا، ومن ادفنتيشا. الميكوزا بتكون فولدد ميكوزا، وكأي ميكوزا تانية هيبقى معمولة من إبيثيليوم وكوريوم أو اللامنا بروبريا. الإبيثيليوم بتاعها بيكون كيوبويدل أو سودو ستراتيفيد كولومنر إبيثيليوم لكنه غني ريتش إن السكريتري جرانيولز. طب واللامنا بروبريا هتكون ثين فايبرولاستيك كونكتيف تيشو لير، تمام. طب والماسكيلوزا؟ الماسكيلوزا بتكون معمولة من طبقتين، طبقة داخلية اللي هي عندنا ثين انر سيركيولار ماسل لير، وثيك اوتر لونجيتيودنال ماسل لير.
الطبقة اللي هي مغزلية الشكل كده في الكات سكشن، ماشي ركزوا انا بقول في الكات سكشن مغزلية الشكل، يبقى هي اصلا سيركلر. طب الطبقة اللي هي عاملة دوائر في الكات سكشن يبقى هي اصلا لونجيتيودنال. والادفنتيشيا ثين فايبرو الاستيك لاير ذات انكلوزز ذا جلاند، بتحوط الجلاند. خلصنا منها ودخلنا على البروستات. البروستات بتكون سنجل جلاند ماشي، ملهاش يعني ما همش اتنين موجودين، واحده على الجانب الايمن الثانيه على الجانب الايسر، اي واحده بس. البروستات بتكون كومباوند تيبولو الفيولر جلاند. كومباوند ده بيدل على عدد يعني ضغط كتيره. تيبولو الفيولر ده شكل السكريتوري بورت، موجوده فين؟ بتحوط سراوندنج ذا بلادر نيك اند ذا فيرست بارت اوف ذا ميل يوريثرا. حتى في الصوره هنا لما نيجي نشوف هي بتحوط البلادر نيك والفيرست بارت اوف ذا ميل يوريثرا اللي احنا بنسميه البروستاتيك يوريثرا. احنا عارفين ان اليوريثرا بتتقسم لاجزاء، الجزء المتحوط بالبروستات جلاند بنسميه بروستاتيك يوريثرا نسبه ليها يعني. فعرفنا مكانها. دلوقتي بيقول انه اي its enlargement، الانلارجمنت بتاعت البروستات في الاولد ايج في الرجال كبار السن ممكن يؤدي لأوبستراكشن اوف يورين، احتباس بول، او اللي احنا بنسميه يورين ريتنشن، نفس الكلمه نفس المعنى. فدايما بنسمعها في ناس الكبار اللي هو ايه يعني الناس الراجل الكبير في السن لما يكون عنده تضخم في البروستاتا ده بيؤدي الى احتباس في البول، وده حاجه صعبه يعني، ربنا يا رب يعينهم ويشفيهم يعني. نيجي دلوقتي عند الستراكشر اوف ذا بروستات. البروستات بقى بتكون معموله من ستروما وبارينكيما ماشي، الستروما اوف كونكتيف تيشو والبارينكيما اوف بروستاتيك اسينوي. تمام. الستروما اوف كونكتيف تيشو بتكون معموله من كبسول ترابيكيلي وريتيكولار كونكتيف تيشو. الكبسول بتكون ثيك formed of collagenous elastic fibers، ما بينهم smooth muscle fibers و blood vessels in between. يعني ايه؟ يعني هي معموله من ايه؟ من collagenous elastic، ما بين ال و in between ماشي هيكون في عندنا ايه؟ smooth muscle fibers و blood vessels in between. طب الترابيكيلي، الترابيكيلي بتكون برضه thick septa extending from ال from the deep surface of the capsule towards the urethra. هو يعني هو يقصد ايه؟ ازاي towards the urethra؟ ايه اللي جاب لي urethra؟ بكل بساطة دلوقتي عندنا التربيكيلي لما بتكستند فروم ذا ديب سيرفيس اوف ذا كبسول وتفضل داخلة جوه الجلاند غصب عنها، لأنه اليوريثرا بتخرم البروستات فهو بتبقى كأنها ماشية towards the ايه؟ ذا يوريثرا. فده كل اللي هو بيقوله يعني عشان ما حدش يتلخبط في الكلمة دي. المهم they divide the gland into about 50 lobules، بتقسم الجلاند ل 50 لوبيول ماشي، with their formed برضه of collagenous and elastic fibers وما بينهم in between طبعا smooth muscle fibers. smooth muscle fibers تمام. طب التربيكيلي دي surrounds the urethra where the smooth muscle fibers form the internal sphincter of the bladder. طبعا التربيكيلي بتحوط اليوريثرا والسموث muscle fibers بتعمل ال internal sphincter of the bladder. نيجي للريتيكولار كونكتيف تيشو، هتكون معموله من فاين نتورك اوف ريتيكولار فايبرز وسيلز اكستندنج بتوين الاسناي اوف ذا بروستاتا او البروستاتيك اسناي يعني. يعني ريتيكولار فايبرز وسيلز ما بين البروستاتيك اسناي. فده هو الستروما. لما نيجي نتكلم بقى عن البارينكيما، نعرف ان البارينكيما معموله من بروستاتيك اسناي. البروستاتيك اسناي يعني مترتب arranged in three concentric layers. concentric layers يعني ايه؟ يعني ثلاثه layers عندهم نفس السنتر، يعني دائرة وبعدين دائرة أوسع حواليها وبعدين دائرة أوسع حواليها هكذا يعني ماشي. Each tubular alveolar gland has its own duct ماشي opening in the prostatic urethra. Each tubular alveolar gland has its own duct opening in the prostatic urethra. كل واحدة من الثلاثة layers دول عندها فتحتها الخاصة في ال prostatic urethra، بتفتح بشكل خاص. طب ايه هم الثلاثة layers دول؟ عندنا ال transition zone اللي انا بسميها ال mucosal glands، ال central zones اللي اسمها ال submucosal glands، وال peripheral zone واللي هي ال main prostatic glands. نبدأ بالميكوزال جلانس. الميكوزال جلانس أو transition zone بتبقى small with an irregular outline. الأوتلاين بتاعها بيكونش regular، بيكون irregular تمام، وبتكون موجودة حوالين اليوريثرا transition zone. طب الزون اللي يليها بقى اسمه submucosal glands أو central zone. central zone من اسمه central zone فهو medium size، بيكون حجمه متوسط، موجود في middle of the gland، في نص الجلاند ماشي، medium و middle. طب والمين بروستاتيك جلاند بقى اللي هو البريفيرال زون، البريفيرال زون بيعمل المين بولك اوف ذا بروستات، يعني بيعمل ايه؟ البولك الاساسي بتاع البروستات ماشي. They are large forming the outermost group under the capsule. طبعا هي كبيره جدا، بتعمل الاوتر موست جروب تحت الكبسول على طول ماشي. يبقى من جوه لبره انا عندي ترانزيشن زون وبعدين السنترال زون وبعدين البريفيرال زون. طبعا لما يكون في مشكله في الترانزيشن زون الدكاتره بيبداوا يشكوا يعني ان هي ممكن تكون كانسر لا قدر الله ماشي. لكن لو في مشكله في البريفيرال زون فهي الاحتمال الاقرب يعني ان هو يبقى تضخم في البروستات يعني. فعشان كده المشاكل اللي بتبقى موجوده في الترانزيشن زون بتقلق الدكاتره اكتر من اذا كان في مشكله في البريفيرال زون.
تمام، فانا عرفت الثلاثه زونز وتعرفوهم يعني وتركزوا عليهم، ليهم اهميه برضو ايه كشكل كلينيكال وكمان في الاسئله احتمال يعني يسال عليهم. نيجي دلوقتي للبروستاتيك اسناي بقى. البروستاتيك اسناي لايند باي سكريتوري ابيثيليم، متبطنه بسكريتوري ابيثيليم. سكريتوري ابيثيليم ممكن يكون كيوبويدال، ممكن يكون كولومنر، ممكن يكون سودو ستراتيفايد كولومنر، يعني يا اما كيوبويدال يا اما كولومنر يا اما سودو ستراتيفايد كولومنر. طب على حسب ايه؟ على حسب النشاط بتاعت الغده دي، على حسب الاكتيفيتي بتاعت الجلاند. تمام. هنا قال لي برضو نقطة مهمة جدا اللي هي البروستاتيك كونسنتريشنز اللي بسميها كوربرا اميليشيا. الكوربرا اميليشيا دي بتكون موجودة عند كبار السن، الرجاله اللي هم كبار السن، او وبتكون علامه كمان على تقدم السن. ليه؟ لان دلوقتي عندنا الناس اللي هي الشباب يعني بيكون يعني سنه صغير كده، السيمينال سيكريشنز والفلويد يعني مهم يعني بتتحرك، ماشي بتتحرك، فلما يبدا يكبر النشاط ده بيقل طبيعي، فبيبقى عندنا بروستاتيك كونسنتريشنز اللي هي كالسيفايد جلايكوبروتين ماسز، ماشي، بتبقى كالسيفايد، موجوده فين؟ في اللومينا اوف ذا جلاندز، بتكون موجوده في اللومينا اوف ذا جلاندز. طبعا دي اللي انا بسميها الكوربرا اميليشيا. الكوربرا اميليشيا لما اشوفها اعرف ان هي ذير فيتشر اوف انكريزنج ايج، علامه على كبر السن، فالكوربرا اميليشيا بلاقيها عند الناس الكبار. طب ايه الفانكشن بتاع البروستات بشكل عام؟ الفانكشن بيطلع البروستات بيطلع البروستاتيك سيكريشنز. البروستاتيك سيكريشنز دي بتكون سيرس وايت الكالين فلويدز. سيرس وايت الكالين فلويد بيكون الكالين ليه؟ عشان هيعمل وظيفتين مبدئيا كده، ان هو هيعمل نيوتراليزيشن للفاجينال اسيديتي، هيعادل الفاجينال اسيديتي. تاني حاجه بيكون في حاجات زي الفركتوز والاسيد فوسفاتيز والستريك اسيد والفيبرينولايسين والانزيمز الى اخره يعني. فوجود الحاجات دي منها الفركتوز الكلام ده كله بيعمل نورشمنت، بيغذي السبرماتوزوا. يبقى الفانكشن بتاعت البروستا التاني ايه؟ ان هي تطلع لي بروستاتيك سكريشنز. البروستاتيك سكريشنز دي هتعمل لي ايه؟ هتعدل لي الفاجينال اسيديتي، ولما تعدل وغير ان هي تعدل الفاجينال اسيديتي هتعمل لي نورشمنت للسبرماتوزوا. فيها ايه البروستاتيك سكريشنز دي؟ اول حاجه هي عباره عن سيرس وايت الكالين فلويد، فيها ايه؟ فيها فركتوز وفيبرينولايس، ماشي، ادي اتنين بيبداوا بالاف. فيها اسيد فوسفاتيز وستريك اسيد، كلمتين فيهم اسيد، وفيها انزيم. يعني تقدروا لو انتوا عايزين تربطوها كده، يعني هنربطها ايه؟ فيها ايه؟ فركتوز وفيبرينولايسين، اسيد فوسفاتيز وستريك اسيد، وفيها انزيم. تمام، بس فاحنا عرفنا دلوقتي ان البروستات بيبقى كومباوند تيبيولار الفيولار جلاند، في ستروما، ماشي، وفي بارينكيما، والبارينكيما فيها ثلاثه زونز، وعرفت الفانكشن بتاعتها. نيجي عند اخر جلاند بقى هناخدها النهارده، الا وهي البالبو يوريثرال جلاند اوف كوبر. البالبو يوريثرال جلاند دي برضو بيرد جلاندز، هما بيرد سمول جلاندز، ماشي، واحده موجوده على ايتش سايد، ماشي، موجوده فين؟ في الكونكتيف تيشو بيهايند ذا ميمبرينس يوريثرا. بصوا، موجودين في الكونكتيف تيشو ورا الميمبرينس يوريثرا. ما خلاص اليوريثرا خرجت من البروستات كده، ما بقتش اسمها بروستاتيك يوريثرا، دخلت هنا بقى اسمها ميمبرينس يوريثرا، ماشي. فهي موجودين على ايه؟ على يعني موجودين في الكونكتيف تيشو بيهايند ذا ميمبرينس يوريثرا، برضو معموله من ستروما وبارينكيما. الستروما بيبقى فيها فايبرولاستيك كبسول، الفايبرولاستيك كبسول بيبقى فيها فايبروبلاستس سموث ماسل سيلز، وفيها سكيليتال ماسل فايبرز. السكيليتال ماسل فايبرز دي بتبقى مشتقه او derived from the muscles of the urogenital diaphragm، ماشي، وده ده احنا خدناه في الاناتومي، ماشي. ف containing fibroblasts smooth muscle cells and skeletal muscle fibers derived from the muscles of the urogenital diaphragm. طب والسبتة؟ السبتة بتبقى جايه من الكبسول، بتقسم الجلاند ل several lobules، ماشي. فدي يعني معلومه عامه، السبتة بتبقى جايه من الكبسول بتقسم الجلاند ل several lobules. المهم ننتقل بعدها للبارينكيما. البارينكيما زي البروستات اللي هي قبلها بتبقى برضو compound tubular alveolar glands، لكن هنا بتبقى mucus glands، ماشي. والابيثيليال لايننج اوف ذا اسناي، الاسناي بتاعه الجلاند بتبقى سيمبل كيوبويدال او كولومنر، ماشي، على حسب. طب الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفانكشن ان هي بتديني سيكريشن. السيكريشن دي بتبقى فيري فيسيد، فيسيد يعني تقيله، فيري فيسيد ميوكس which lubricates البينايل يوريثرا. بتلوبريكيت البينايل يوريثرا ليه بقى؟ عشان الباسج اوف ذا ايجاكيليت. الايجاكيليت هو عباره عن السبرم والفلود اللي حواليه، الفلود بتاعه يعني، بنسميه سيمن او ايجاكيليت. فهي بتعمل لي لوبريكيشن للبينايل يوريثرا، اليوريثرا اللي موجود في البينس، عشان الباسج او عشان يعني مرور الايجاكيليت. تمام، تمام، يبقى دي البالبو يوريثرال جلاند. بعدها بقى اخر حاجه معانا، الا وهي الاكسترنال جينيتاليا. الاكسترنال جينيتاليا هنتكلم فيها عن البينس والجلاندز بينس. نبدا بالبينس. البينس لو احنا بصينا على الصوره دي هنلاقي ان الصوره دي بتاعه البينس موضحه الكلام الموجود هنا. مبدئيا كده انا عامله زي كانها عينين وبق، يعني انتوا شايفينها ايه؟ انا شايفاها عينين وبق. المهم الناحيه اللي انا بشاور عليها دي، ماشي، ناحيه العينين دي الناحيه الدورسال اللي هي الورا، والبق هي الناحيه الفنترال اللي هي قدام.
الفينس بتبقى معمولة من 3 cylindrical bodies، اهم 1 2 3 1 2 3 3 cylindrical bodies. اتنين بسميهم الكوربرا كافرنوزا اللي هما دي لوي دورسالي، ماشي دورسال، وواحدة واحدة بسميها ال كوربس سبونجيوزم، ماشي كوربس سبونجيوزم، بتبقى موجودة لويس فنترالي يعني، ماشي. كل واحدة من التلاتة دول معمولة من إريكتايل تيشو. يعني إيه إريكتايل تيشو؟ إريكتايل تيشو يعني معمولة من بلود فيسلز. البلود فيسلز البلود اللي فيها بيزيد أو يقل على حسب السمباثيتك أو الباراسمباثيتك ستيميليشن، ماشي. فمثلا لما يزيد البينس هيبقى إريكتايل، لما يقل وهكذا يعني. فدلوقتي عندنا ايه، ال 3 bodies is formed of erectile tissue which consists of many venous spaces lined with endothelial cells and they're separated by trabeculae of connective tissue fibers and smooth muscle cells. ال 2 corpora cavernosa اللي هما دول separated by incomplete septum. السبتم مش بيفصلهم فصل تام، حتى انتوا شايفين انا اقدر يعني كأني بعدي من هنا لهنا اهو، البوابة مفتوحة. which allows free communication between them. okay، بتallow free communication between ال 2 corpora cavernosa. ال vascular spaces بتبقى كبيرة centrally، تبقى large centrally، وبتبدأ كل ما ابعد عن السنتر اروح ناحية التونيكا البوجيني بتبدأ تصغر يعني، فبتبقى ايه larger central and smaller peripherally near the tunica albuginae. تمام. طب الكوربس سبونجيوزم بقى، الكوربس سبونجيوزم is traversed by the penile urethra. البنايل يوريثرا بيعدي خلال الكوربس سبونجيوزم، ماشي. والفاسكولار سبيسز في الكوربس سبونجيوزم نفس اللي قلته في الكوربرا كافرنوزا، ان هي بتبقى سنترالي بتبقى كبيره، وكل ما اروح باتجاه التونيكا البوجيني بتصغر. The trabeculae contains more elastic fibers and fewer smooth muscle cells. ماشي، الترابيكيلي هنا بقى بتبقى فيها elastic fibers زيادة و fewer smooth muscle cells. والبينايل يوريثرا بيبقى يعني along its length بيبقى فيه حاجة اسمها mucus secreting glands of liter، ماشي، أو ليتر أين يكون. فالميكس secreting glands دي بتبقى موجودة إيه throughout the length of the penile urethra. والتلاتة دول اللي هما الاثنين corpora cavernosa والcorpus spongiosum بتبقى متحوطة بتلاتة layers. أول layer اللي هي التونيكا البوجيني، تاني layer اللي أنا بسميها الفيشيا، الفيشيا penis of the connective tissue sheath، ماشي. تالت layer خالص هي thin skin، يبقى متحوطة بتلاتة، ماشي. يعني هما أصلا تلاتة متحوطين بتلاتة، ده إيه، ده البينس. طب ماشي، نيجي للجلانس بينس بقى. الجلانس بينس هو اخر جزء من البينس، والجزء الاخير ده بيبقى عباره عن امتداد الكوربس سبونجيوزم. الكوربس سبونجيوزم اكسباندز انتيريرلي فورمينج ذا جلانس بينس. وطبعا الجلانس بينس، طب الجلانس بينس ده زي ما قلنا terminal end of the penis. At the glans penis the tunica albuginea is absent، ما بيبقاش فيه tunica albuginea. The skin بتبقى فوق الاريكتال تيشو على طول، lies directly over the erectile tissue. يبقى انا عرفت دلوقتي ان في البينس عندنا معمول من ثلاثه سيلندريكال بوديز، الثلاثه سيلندريكال بوديز اتكلمنا عنهم متحوطين بعدين بثلاثه لايرز، بعدين قلت دلوقتي الجلانس بينس الجزء الاخير اهم حاجه اعرف فيها ان هو امتداد للكوربس سبونجيوزوم وان ما فيهوش تونيكا البوجيني، والسكن على طول على الاريكتال تيشو بس.